السلام عليكم. هذه الخبز الساحلي، شوفوا الاختناق، شوفوا الحبل هذا قبل تقريبا شهرين كان وسيع عليا، شوفوا الحين اختنقت، يعني كذا لو خليته يجي هواء، هبة هواء كذا ينكسر، تنكسر اشتغل كله، او اذا زاد حملة على طول تنكسر. لكن نقصها الحين، بسم الله. كذا كذا خلاص، الله ما أسك عليها، الله يستر. رجعت هي حياة ولا قصدي تضبط ولا والله ما شاء يطلع الحبل من هنا، وهذا لاصق داخل ما ينفع. شوف حتى صار انكسر، شوفون يعني لازم نقصه من هنا. ما علي، الخبز الساحلي متحمله اصلا، انا زارعه بغسطس اللي السنه راحت، ما شاء الله ما تاثرت مع الحر والبرد، ما شاء الله في نموات ما تاقف ما شاء الله. احنا بنقصه، بسم الله، من هنا. انا بعد ما قصيتها، بسم الله، لكن ان شاء الله ترجع شهر كذا، ان شاء الله هي قابسة ان شاء الله نفس اول نسختها هذه.